مرحبا. البداية بالعناوين. أحداث صارت في ماضي العرب القريب، فهل سيتذكرونها في مستقبلهم طويلة؟ إن شاء الله يتذكروا عيارات بهارات الكبسة اللي أكلوها مبارح. وينك؟ أنا برأيي بكفي هالعنوان الطنان تبعك دوبنا، لأنه ودوبة تكفي الحلقة يا زلمة. شباب يا رجل لسه في عنوانين. يلا كفي دهري، خلاص خلينا نفوت بالموضوع. الكيان نظم سباق الفورمولا 1. البحرين؟ ليس المقصود البحرين، إنما الكيان، والعنوان قدس السلام، وكما يقول كهل فلسطيني: السلام وهناك استيطان، سلام وهناك تهويد، سلام وهناك اعتداء. آه يابا، زي ما بقول لك، وانت ليش مستغرب يا زلمة؟ ما صار لنا أكثر من 60 سنة ما شفناش سباق سيارات. السباق كان برعاية شركة كاسبر سكاي العالمية المتخصصة في برامج حماية الحاسوب، والسباق حدث في القدس المحتلة في حزيران من العام 2013، ودارت السيارات في محيط سور البلدة القديمة. سياسات التهويد مستمرة، فهل من يسمع؟ إيش بتقول؟ وكيابا هم بس اليهود بيعملوا سباق سيارات؟ هياهم العرب عن ذاتهم تتسابق يا زلمة. صحيح، في الخليج، وتزامنا مع السباق السابق كان هناك سباق لأجمل ناقة وأجمل تيس وأجمل خروف. بالحقيقة عندنا مسابقة لأجمل تيس أو جمل أو أجمل خروف أو أجمل ناقة، نتمنى تشريفكم. كيلومترين على خط النهاية، وعماش يقود هذا الشوط، يقود هذا الشوط قيادة حكيمة، ورأسه مدهون بالزعفران، مدهون بالزعفران رأس عماش. والقدس تهود. في المغرب كما المشرق، شرق وغرب، والسباق مشغرب، ملك ومملكة، والمسافة بعيدة. المسافة بعيدة بعيدة، بالزيف بالزيف. المسافة بعيدة لسباق لا ينتهي في حضرة النظام. النظام الملكي؟ طبعا الملكي. في السودان حرب على مرور النفط بين زول شمالي وزول جنوبي. والله يا زول، كنت ماشي في أم كويك وتزحلقت بكشرة موزة. بس كده. إذا بدنا نجوزك واحدة من السودان، تأخذها من الشمال ولا من الجنوب؟ ما بتفرق، بأخذها من الشرق الأوسط. من الوسط؟ والله لا من الشمال ولا من الجنوب. أنا شمال من الجنوب. مو ماتا، أنا حر، أنا بأخذها من الشمال. لا، إذا من السودان من الجنوب. موزة سودان. أبو الإسلام المعتدل عين على اسطنبول وعين على أنقرة، وإذا ثارت احتجاجات أكثر فسينتقل إلى سباق نقل الأعين في مدن أخرى. غريب أمور، عجيب قضية. جوكوزا لفاندين. أما الحال عموما فيوم لك ويوم عليك. مش كل يوم معك، يوم لك. الله يرحمه ويرحم كل مين سمع وكأنه ما سمع. ايه استاذ ماجد، شو بدا علي الارتياح اللي موجود؟ شو هذا الرياش؟ اوكي يلا لك. ايه كانت منيحه يا رايي. هلا شو الرياكشن اللي بدك اياه؟